اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء، هذا بعد البحث في كتب السنة لا يوجد له أصل، فليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وابن عاشور في تفسيره التحرير قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بالله من السلب بعد العطاء. ولعله وهم رحمه الله، فلربما أنه رأى ما ذكره الرازي من حديث ذلكم الحديث فيه وعيد. لما ذكر الحديث قال الرازي بعد هذا الحديث ذكر جملة أعوذ بالله من السلب بعد العطاء، فلعل ابن عاشور ظن أن هذه الجملة من ضمن الحديث السابق. وبالنسبة إلى هذا الدعاء معناه صحيح، فالإنسان يستعيذ بالله عز وجل من أن يسلبه الخير بعد أن أعطيه، وصحة معناه يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذ بالله عز وجل من الحور بعد الكور، وفي رواية بعد الكون، يعني استعاذ بالله عز وجل من النقص بعد الزيادة. وهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور تحدثت عنه في موطن آخر من حيث فوائده ورواياته، فمن أراد أن يطلع على تلك الفوائد فهو موجود على اليوتيوب. لكن جملة أعوذ بالله من السلب بعد العطاء فكما سلف لم نجد لها أصلا في كتب السنة، والله أعلم.